ومعنا من سكايب ومعنا عفوا عبر سكايب من بلجيكا تحديدا الحقوقي الجزائري صلاح دبوز. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة. سؤالي الأول يعني حول كنيسة الإنجيل الكامل، هي تنشط في الجزائر منذ سنة 1996، لماذا الآن تحركت السلطات وتذكرت أنها تمارس نشاطها بدون رخصة رسمية؟ السلطات في الجزائر لا تترك أي أقلية دينية غير المسلمين من المذهب المالكي بالتحديد، إلا وتحاول أن تضايق عليها وتستغل أي فرصة لمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، حتى بعض المسلمين وليس فقط المسيحيين، خاصة مثلا الأحمديين. لكن في هذه الفترة الأخيرة ربما بسبب الوضع غير المستقر سياسيا على أعلى هرم للسلطة، تحاول السلطات إن كانت مركزية أو محلية استغلال هذا الوضع غير المستقر للتضييق أكثر على من تراهم من غير الموافقين للتوجه الرسمي للسلطات الجزائرية، وهو المسلمين على خاصة المذهب المالكي. ولهذا تثير أنه لا يحترمون قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ويجب أن نعلم أن القانون في حد ذاته غير دستوري، لأنه لا يمكن للقانون أن يميز بين مواطن ومواطن آخر على أساس انتمائه. فأصلا لم يكن يجب سن قانون لغير المسلمين، لكن كان يجب سن قانون ممارسة الشعائر الدينية نقطة إلى السطر، وليس لغير المسلمين أو للمسلمين. ولهذا في كل مرة تحاول السلطات الجزائرية إثارة هذا القانون والإدعاء بأن الأماكن التي تمارس فيها الشعائر الدينية المجموعات غير المسلمة، لأنها أصلا هي سكنات أو محلات تجارية، لكن هذه الحجة غير صحيحة، لأن أي عقار يبنى في الأساس يوجه إلى نوع ما من إما سكن أو إلى التجارة أو إلى مرآب للتخزين أو ما إلى ذلك. لكن أستاذ، الحملات الأخيرة يعني ضد الكنائس يعني تحديدا، لا ترى أن المسيحيين هم المستهدفون تحديدا، أم أن الجو العام حاليا في الجزائر مثل ما تفضلت يعني مساره أصبح متجها إلى ممارسة الضغوط والتضييق على كل ما هو مختلف؟ لا، هي السلطات الجزائرية في كل مرة تستهدف جهة معينة. الآن هذه الفترة هي تستهدف المسيحيين، يمكن أن والمسيحيون مستهدفون بالتحديد فعلا، يعني منذ حوالي أعتقد سنتين تم استهداف المسيحيين وغلق الأماكن التي يمارسون فيها العبادة. وفي كل مرة بعد ملاحظات المنظمات الدولية وبعض حتى بعض السفارات لدول أجنبية بعد تدخلها ويعني ملاحظاتها القوية، وأحيانا حتى في تقارير بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة، لما يظهر أن الجزائر تضيق على المسيحيين يتم التخفيف على يعني على المسيحيين وعلى غلق محلاتهم، لكن سرعان ما تعود السلطة للتضييق عليهم مرة أخرى. فمرة تارة يدعون أن تدعي هذه السلطة أن الأماكن لا تحترم القانون، وتارة أخرى تدعي أن الجمعية. لكن هذه الكنائس أستاذ هي بدون رخصة، يعني بدون رخصة من السلطات، لا تمتلك رخصة رسمية من السلطات. لا، هي السلطات أصلا ترفض الترخيص، يعني حتى الأماكن لما تقتنيها المجموعات المسيحية وتوفر فيها كل الشروط فتقدم طلب ترخيص، السلطات تتعسف وتمتنع من تقديم الترخيص. ولهذا حتى تتمكن من تذرع بأن الأماكن التي تمارس فيها العبادة غير مرخصة، هي في الأصل الترخيص لا يعدو أن يكون يعني إعلام للسلطات بأن هناك مكان تمارس فيه الشعائر الدينية للمسيحيين
ليس إلا يعني أن طيب كل يجهز هذه المكان. السنوات يعني أين كانت السلطات؟ يعني لماذا تحركت الآن؟ يعني أقول لك، كنت أقول لك بأن السلطات تحاول أن تضيق على المسيحيين في كل مرة، كل ما أتيحت لها الفرصة، وليس فقط اليوم، يعني منذ حوالي عدة سنوات والسلطات تحاول، هي غلقت أماكن لممارسة العبادة للمسيحيين في وهران، وغلقت أماكن كذلك في بجاية، وأعادت فتحها بعد الضغوطات، والآن تعيد الكرة وتحاول أن تغلق هذه الأماكن. السلطات تعتقد بأن بهذه الوسيلة تحاصر المسيحيين، خاصة من أصول جزائرية، لأن في الجزائر موجود مسيحيين من أصول أوروبية، خاصة هم الكاثوليك، نعم، وهناك مسيحيين من أصول جزائرية اللي هم البروتستانت. فالسلطات تحاول التضييق أكثر وأكثر على المسيح، حتى تمنع الجزائريين من الأصول الجزائرية، المسيحيين من الأصول الجزائرية، من اعتناق هذه الديانة، وتحاول في كل مرة، في كل ما أتيحت لها الفرصة، التضييق عليهم، وأحيانا حتى تسجن بعضهم. يعني نعرف مثلا سليمان بو حفص تم سجنه تذرعا بأنه أساء إلى الإسلام، وقضى حكم عليه 5 سنوات سجن، ثم انخفضت المدة بعد الاستئناف إلى 3 سنوات، وقضى أكثر من سنة ونصف في السجن في ظروف صعبة جدا، وهو الآن خارج الجزائر يطلب اللجوء. لهذا فمضايقات مستمرة دائما من طرف السلطات الجزائرية، لأنها لا تريد أن ترى غير المسلمين من المذهب المالكي في الجزائر. يعني أستاذ، أنت تتفق مع من يرى أن السلطات لديها مخاوف من نوع أن الجزائر كما يقول البعض مستهدفة بحملات تبشيرية؟ هي ليست مخاوف من على أنها مستهدفة من حملات تبشيرية، لكن هناك في مشروع المجتمع الجزائري الذي قرر سنة 68، هو المجتمع الناطق بالعربية وعلى الإسلام على المذهب المالكي فقط. لهذا مثلما مطروح مشكل التعدد الديني، مطروح مشكل التعدد اللغوي، فالسلطات الرسمية لا تتحمل أن ترى غير الناطقين بالعربية والمسلمين من المذهب المالكي فقط. ما خلا ذلك فهي تحاول التضييق على من يختلف عن النموذج الرسمي المقرر، إن كان لغة، ثقافة، أو دينا، وتحاول القضاء عليه بكل الوسائل، وتعتقد أن التضييق على هذه الاختلافات كفيل بأن يقضي، معتقدة أن مجتمع ينطق فقط بالعربية ويدين بالدين الإسلامي على المذهب المالكي فقط هو المجتمع القوي والمتوحد، نعم، والذي يمكن أن يمكنها من. أشكرك. نعم. أشكرك الأستاذ الحقوقي الجزائري صلاح دبوز، كنت معنا مباشرة من بلجيكا عبر خدمة سكايب. أعلنت حكومة الوفاق تحقيق القوات الموالية لها لتقدم في منطقة عنزارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس. الحكومة أكدت مقتل عدد من جنود الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، وتدمير عدد آخر من الآليات خلال المواجهات التي جرت في الساعات الماضية. في المقابل، نفى الجيش الليبي انسحابه من نقاط تمركزاته في مختلف ضواحي طرابلس.